مش كده ولا ايه يا كابتن خالد قمر؟ حبيبي اخبارك ايه؟ ايوه عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبار زي كده، اما بتلعب الزمالك تبقى حنين شويه، لما بتلعب الاهلي تغل شويه، مش ده لا ممكن لا ما برضه؟ عنديش، انا عارف. انت اكتر واحد عارف ان انا ما عنديش الكلام لا ده. انا عارف كويس جدا، انت ما عندكش مع نفسك حتى، انت ممكن تغل على نفسك اساسا. هو ده شغلنا واكل عيشنا، انت عارف يعني. يعني مش عارف الناس اللي تقول لك مدير فني يفوت ماتش، طب ازاي؟ لا 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 ما فيش الكلام ده، ازاي؟ استحالة يعني. يعني انت عاصرت اجيال كتير جدا كابتن خالد قمر، لعبت في اتحاد الشرطه، لعبت في الزمالك، في الاتحاد، لعبت منتخب مصر، لعبت في انديه ما كتير. شفتش كده، ما شفتش كده في حياتي يعني. يعني هل ممكن مدير فني يسيب ماتش عشان ايه؟ ما هو يعني لو عشان ساب ايه؟ الماتش يعني، لو سابه هيخسر صح؟ هيخسر. ولو هيخسر هيقولوا عليه ان هو خسر، لا ولو وممكن كسب، يمشوه. ولو كسب هيبقى فهو فرحان واللي حواليه فرحان يعني. هو كده كده مضرور، استحالة يعمل كده يعني، مفيش كده طبعا. يعني بنحاول نسلط الضوء ونبرز تصريحات، يعني ثلاث ارباع الناس عارفه ان هي طالعه عفويه. يعني اي واحد هيشوف شخصيه محمد عبد الجليل هيعرف ان التصريح ده طالع عفوي، لا هو هنبروزه. لا الكابتن عبد الجليل مدرب محترم، ولسه زي ما سمعت يعني لسه بيبتدي اكيد يعني، استحاله اللي الناس بتقوله يعني. يعني كابتن حسام حسن يعني الراجل ما بيحبش يتعادل حتى لو مع الاهلي ومع الزمالك، يعني يتعادل مع الاهلي او مع الزمالك، مش طبعا مش يتغلب، يتعادل بس. اي مدرب يا كابتن حسام، اي مدرب في الدنيا كابتن حسام يعني، ممكن يكون زرع في اللعيبه الحته دي، لكن هو اي مدرب عامه يعني هو يتمنى ان هو يكسب كل الماتشات. اي حد في الدنيا عايز يكسب، مين عايز يخسر بس بقول لك ايه، في اي شغلانه. انت مقصر شويه برضو، انت بعيد شويه الفتره اللي فاتت، امكانيات قويه، هداف بالفطره. يعني خالد قمر يعني مؤثر في كل الدوريات اللي لعبتها السنه دي، في ايه؟ مالك؟ لا والله انا قعدت 3 شهور والله مهيب يعني بتمرن، كان اسباب فنيه كابتن، كنت مستبعد شويه عن الفرقه، قعدت 3 شهور، فده اللي كان واخد مني قوي يعني. ف3 شهور كان كل 3 ايام ماتش يعني، مثلا تدخل في دور كامل يعني، ماتشات كتير ما لعبتهاش خالص يعني. الطموح مع الكابتن حسام بيبقى كبير مختلف. الو، الطموح مع الكابتن حسام حسن بيبقى كبير، بيبقى مختلف. طبعا طبعا كابتن حسام يعني، لو جيت تتكلم هتلاقي في المصري كان لعيبه المصري لعيبه كويسه، ونادي المصري عمل معاهم حاجه كويسه، فهو عايز يعمل اكيد كده مع نادي الاتحاد يعني. وانا شايف ان احنا السنه دي يعني ماشيين كويس، فيا رب بس توفيق ربنا يفضل معانا الفتره الجايه دي، عشان يعني معانا رئيس نادي نفسه يفرح كل اسكندريه، نفسه يلعب في افريقيا، معانا جمهور يعني احنا كسبنا ماتش الاسماعيلي او اي ماتش بنكسبه تحس ان الناس كلها فرحانه. ايوه، فيا رب نبقى مفرحينهم كده على طول يا رب. برضو انت في نعمه بتلعب لنادي جماهيري، نادي عريق، نادي اسم كبير، في ظل وجود رئيس نادي زي ما انت قلت لي اسم كبير جدا، ومدير فني، وكابتن ابراهيم حسن كمان، يعني ما ننساش دور الكابتن ولعيبة. ابراهيم حسن واللعيبه اللي موجوده كلها. معاك لعيبه كويسه يعني، جدا اللعيبه جدا. بص يا كابتن مهيب، احنا مش ناقصنا اي حاجه، مش ناقصنا اي حاجه في النادي غير ان احنا يعني توفيق ربنا يبقى معانا ان احنا نبقى في الاربعه اللي هم الاوائل. لو لعبنا افريقيا السنه الجايه نادي الاتحاد هيبقى في مكانه تانية خالص. هيروح في حته تانية فعلا جماهيريا. ان موجود كل حاجه كويسه، لو تتكلم على جمهور، من سبب من الاسباب ان انا ابقى موجود في نادي الاتحاد كذا سنه ورا بعض، 5 سنين اهو يعني، من الاسباب الجماهير. رئيس نادي قوي جدا، ومش مفيش مش مخلي وراه اي حاجه، جهاز فني محترم، لعيبه كويسه، مش ناقصك حاجه يعني. تمام. كابتن خالد، مين هياخد الدوري السنه دي؟ صعبه يا كابتن، صعبه. ليه؟ هو ليه؟ الموضوع صعب، ان الفرق متهيألي لو الاهلي كسب ماتشاته كلها هيبقى فرق أيوة. بونت او 2 بونت. انت خالد قمر حاسس بايه؟ خالد قمر عايز الزمالك. الزمالك؟ طبعا عايز الزمالك، لكن ككوره حاسس ان الزمالك قادر ان هو ياخد الدوري السنه دي؟ ككوره الزمالك ياخد كل حاجه السنه دي.
واي حد حتى لو احد اهلاوي هيقول لك كده. لا بس مش حد اهلاوي بيقول لي كده. لا والله يعني السنه دي الزمالك بيفكروني يعني انا كم 2014 يعني الاهلاويه بيقولوا لي الاهلي هياخد الدوري، ما حدش اهلاوي قال لي الزمالك هياخد الدوري مش هياخد. خالص انا بتكلم يا كابتن دلوقتي مين يعني كورته كويسه ومين يعني لعيبه الاهلي لعيبه كويسه. أيوة. وفريق الاهلي فريق محترم وفايق قوي وما شاء الله ماشيين بشكل كويس. لكن انا كخالد شايف ان الزمالك بيفكرني بموسم 2014 2015 اللي يعني انت كنت فيه بالظبط. أيوة. السنه اللي احنا خدنا فيها الدوري والكاس وخدنا حاجات كتير. فهو لو خدوا الدوري السنه دي يا كابتن ان شاء الله هيفرق معاهم قوي البطولات اللي جايه كلها.